السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلف الله ونبصور ميسي دان ولا بونجور. دونك بوك جيت ندير فيديو هكذا باسكو قلت لازم نديرها باسكو السيد اللي جاوبنا من المغرب خونا منار السليمي هكذايا المحنك في السياسة ولا الأستاذ في جامعة محمد الخامس في الاستراتيجيات البوليتيكية وكذا. بارك الله في تجاوبتنا يعطيك الصحة. ما أنت كوراجو كما يقولوا مليح جيت، ولكن يعني كي تجاوب واحد لازمك تذكر شكون. أنا ذكرتك، شوف أنا نذكرك نقول لك منار السليمي، فهمت؟ ملي نهضر معك أنت منار السليمي، كي نهضر مع الفيزازي نقولوا الفيزازي، شايف؟ تما أنت واش راح تقول تبين بلاك تجاوب عليا. أنا الفيديو تاعك فيه 60 دقيقة، فيه بليزيور سوجي، ما نريبونديكش عليهم كلهم، ندير لك فيديو صغار هكذايا باش تقدر تعرف والناس تقدر تسمع وتشوف بعقلها. سمع صغيرة فيديو نجاوبك على كل محطة نتاع الفيديو تاعك، بصح ندير لك بليزيور فيديو هكذايا. سي منار السليمي نسمعوك واش راك تقول بلي لابروف بلي تهضر معايا أنايا. اسمع مليح. هنا أنا أتحدث كمحلل للأوضاع، أنا أتحدث عن محلل أمامي معطيات أقولها، وهنا اللي عنده شيء لأنه السبب هو لما علقت على الصورة ديال سبب لما خرج واحد لما علقت على الصورة ديال اللقاء اللي كان مع مسؤولة أمريكية، خرج واحد الشخص كيهضر، راه فعلا هذيك الصورة لا تليق باستقبال دبلوماسي والولايات المتحدة الأمريكية. أنتم كتجري وراء الجنرالات، ونعطيه فقط يرجع يشوف الاسهم ديال بعض الامريكيين اللي كانوا مسؤولين كانوا في المحيط ديال ترامب، الاسهم ديالهم في النفط ليدافعوا، ورغم ذلك لا يدافعون على الجزائر لان ما كاين لم تدافع، ما كايناش ثقه في النضال الجزائري. انا لما قلت بانه هذيك الصوره فيها واحد درهم ديال اللوز وسميتو شي جوج كوكوات ربما جوج كراسات فاردين في الجنب، راه كنت اتحدث من هذا المنطق من هذا الجانب. ما تقولش لي بانه راه رساله الى وشنو الفرق بينكم، شنو الفرق هذيك الصوره مع ابراهيم غالي اللي كيجمع لي واحد المجموعه وتسمى، شنو هو الفرق؟ اذا غير ابراهيم غالي يكون رئيس عندكم، هذا اللي ديروا ابراهيم غالي يكون هو الرئيس، اكيد تفرق. إذن هنا نرجع، قلت أين هو بوتفليقة؟ أين هو تحوز على بوتفليقة؟ بزاف تحوز على بوتفليقة، أنت أين هو بوتفليقة؟ في الحالة هذايا إذا راك تجاوب عليا ما راكش تجاوب على واحد آخر، عطارف الفيديو الجاي كي تحب تجاوب عليا هكذا قول راني نجاوب على الجزائري رافع 156 هكذايا رافع 156 أوكي. دونك عندك تقول بلي هذيك ما يليقش وكذا والقراءه تاع الكلام ماشي مليحه، يعني عرفت الدبلوماسيه. انا قلت لك ما نقيموهمش، حنا اكل وروح كاطو تاع الفران العجين واللوز هذاك سي با ان بروبليم، هاي تربح. تادي ما قبلش الجواب، ماشي مشكل يعني. دوك نوري لك انا، شوف الملك محمد السادس كي راح للروس شكون روسوفاه، شكون استقبلو في روسيا كي حبط من الطيارة؟ الملك محمد السادس أمير المؤمنين هكذايا شيكور مروك، تما نورمالمون هو تما تبوسو لو يدو في المروك، كي الضباط نتاع الجيش كي الشعب كي كاع هكذا. متزعفش كي نمشي نشتم فيك، راني نقولك الحقيقة هادي، أنت تحسها شتم، إذا تحسها شتم تسلك روحك من هادشي نحو عليكم سيدو، هادي حاجة طاهرة. هاد السيد هذا اللي نتوما تبوسوا له يدو وترقعوا له هكذا كي راح للروس، شكون روسوفاه تحبط من الطياره في الاعراف الدبلوماسيه بروتوكول دبلوماتيك ان شيف ديطا، باسكو هو الشيف ديطا تاعكم كي تجي حرب الطياره يسناها شيف ديطا، شوف اذا كان دون زي ريونيون انترناسيونال كيما لوني ولا كاش كونغري ولا البريزيدون تاع البلاد ما يقدرش يجي يسنى تو الموند، سكي في يكلف الناس اللي يروحوا يسناو كاع لي ديليغاسيون اللي يلحقوا، مي كي تكون اون فيزيت اوفيسيال تاع لو روا تسمى شيف ديطا اوفيسيال اونتر ان شيف ديطا يروح للبلاد كيما الروس، لازم في الطياره كي يحبط يلقاه يقابلوه شيف ديطا. شكون بعثوا له محمد السيد؟ شو شكون بعثوا له يسنى؟ هذا بوغدانوف
بوغدانوف في ليبوك كان فيس مينيستر دي زافير اترونجير ماشي ميم با مينيستر دي زافير اترونجير تبعني مليح نائب وزير الشؤون الخارجيه الروسي بهديله صدير ما عطاهش قيمه القيمه ما عطاهالوش تشف دي طار واو كذا من المؤمنين في بلادك يركعوا لك تجي هنا ما على بالناش به وهذه عيب هذه سينيميلياسيون انت تعرف يا اخي الاعراف الدبلوماسيه تعرف نو كيفاش تقبل هذه العفسه كيما هذه حبط رئيس تاعكم هو الملك محمد السادس يجي يسناه لو فيس مينيستر دي سافي اترونجير ميم با لو مينيستر دي سافي اترونجير الور بوتين ما نهضروش كاع عليه تي فوا هادي يوري لك كي انسان ما يكونش مرحب به يعني انت جيت ما نعطوكش قيمه نستقبلوكم بعد بيان سي نهضر معاك دابا بصح ما نجيش نسناك انايا تسمى انت ما عندكش قيمه عندي باش نجي نسناك شفت العرف الدبلوماسيه هادي يا سي يا سي سليمي يا سي منار سليمي كيفاش تقريها لهم في المدرسه عند محمد الخامس مشكل معضله راك فيها تي فوا تي باش نجاوب لك ما جاوبتليش على اليهود اللي بغاربه اللي بعتوهم اللي باعهم محمد واسمو حسن ثاني اللي باعهم 250 دولار للراس باش يروحوا يستعمروا فلسطين ما جاوبتنيش على المغاربه يهود اللي عايشين في المغرب بيروحوا يجاجيو في العسكر نتاع الصحراء باش يقتلوا الفلسطينيين هذيك ما جاوبتش عليها علاش ما جاوبتش عليها كنت تعطينا وجهه النظر تاعك تهمنا حنايا كيفاش مغربي يهودي ماشي مشكل عايش في المغرب ماشي مشكل يا با بروبليم بصح باش يلحق يروح يجاجي في لارمي تاع الصحراء وما يروحش يجاجي في لارمي تاع المروك باش زعما يحامي على ارضه البوليزاريو تما هنايا نتوما داخلين محكوا له روح كنت تجاوب على هاد الأسئلة هادو مهمة الشعب المغربي لازم يعرف الدكتور في السياسة والاستراتيجية العالمية كيفاش لازم يجاوب له المغرب يقول كيفاش هذا ياكل معايا يشرب معايا وكذا ساكن معايا مروكي كيما انا برك دو ديانة يهودية ماشي مشكل بصح يروح للعسكر تاع الصهيون يقتل خاوتي مسلمين كيما انايا ينحلوا من الاراضي تاعهم من بعد يجي يعاود يصطادي في المروك نورمال ويقول لك انا قلبي مع اسرائيل ماشي مع المغرب بصح ما كاش يهودي مغربي في الجيش الملكي ورينا هادو هما لازم تجاوب عليهم بيسك دروك راك جبدتني وراك جاوبتني لو كان تهرب مني تسمع الشعب المغربي كاع يعرفك بلي انت عيان تما يقول لك علاش هربت منه كمل معاه تحب نتناقشوا اون ديريكت هكذايا مباشر تناقشوا ما فيهاش مشكل واش حبيتها نتناقشوا انا وجد معك يا با بروبليم هذه وحده ثاني نشوف نوري لك كيفاش تستعرف باللي نتوما بلادكم مباحه ومستعمره انت تستعرف بروحك تبع مليح شوف نوري لك فينا هو لانه اسبانيا تعرف جنرالات بداوا في مفاوضات باش هو الفرق اذا غير ابراهيم غالي يكون رئيس عندكم هذا هذه اللي اسمعني ابراهيم غالي يكون هو الرئيس اوكي اتفق اذا هنا نرجع قلت اين هو بوتفليقه اين هو لان يعني من بعد غنجي ايضا نطرح السؤال اين هو تبون ندخل اكثر ونشوف بعض المسائل التي يروج لها وكنبقى في اطار هذا البناء ديال الاعلام اللي كيتصنع في الجزائر خرجت بعض القصصات بعض الاخبار التي تقول بان الجنرالات بداوا في مفاوضات مع اسبانيا من اجل ماذا من اجل ان يتم الربط بين الموانئ بعض الموانئ الجزائريه مع ميناء مليليا هنا ربما الذين يقولون هذا الكلام لا يعرفون اولا اسبانيا جيدا ولا يعرفون المغرب جيدا إسبانيا الرسمية لم تتحدث في هذا المجال لا يعرفون بأن إسبانيا أولا لا تثق في الجزائر ولا يمكن للجزائر أن تكون شريكا لإسبانيا لأنه إسبانيا تعرف جيدا في كتاباتها بأن الجزائر ليست دولة حتى في المرحلة ديال فرانكو
في المرحله ديال فرانكو لما كانت الجزائر لما كانت اسبانيا كان فيها نظام العسكري لم تكن تتعامل مع الجزائر. اسبانيا تعرف هذه الامور جيدا. هناك بعض الامور الاقتصاديه موجوده ولكن ليست بمعنى ماشي هي المخاطب الاول. ما كتقلبش على التعاون معها. ثم لا تعرف جيدا بان المغرب لديه الاوراق و والاسبانيا لا يمكن ان تغامر بهذه العمليه. لا يمكن ان تغامر بهذه العمليه. ثم نمشيو بعيد في هذه النقطه هذه. الذين يقولون نفترضوا ناخذ واحد الفرضيه نفترضوا ان اسبانيا قبلات. ايوا دابا هذا التناقض. انتم كتقريو الناس في المقررات المدرسيه ديالكم في الجزائر والجنرالات في الخطاب وبقادو وقبل منه العمامره كيقول لك حنا ضد الفكره ديال الاحتلال وراه اسبانيا راه تحتلوا منيليا. اذا انتم هنا شنو كديروا؟ تشجعوا اسبانيا على الاحتلال. اذا كتناقضوا هنا راه هنا في كتقرا السيكولوجيه ديال النفسيه ديالكم كتقرا النفسيه ديال الجنرالات. السيكولوجيه كيفاش كتقرا هنا؟ دوك حنا نقراو السيكولوجيه تاعك يا سي منار سليمي. انت باش قريت لنا السيكولوجيه تاع الجزائر، علاقه اسبانيا مع الجزائر راح ندير لك عليها بيان، نسددك مليح يعني بلي دوكيمون بالشواهد، وشنو هما العلاقات بين اسبانيا والجزائر وعلاش ما كناش نتفاهموا معاهم، هكذا باش نحرركم الكانارياس، هكذايا، بعد نجيك قبل الثوار لو تيا كانوا يتخباو عندنا ريفيجي، بعد نوري لك، هذه وحدها، باسكو هذه فيها دقة كما يقولوا، بصح نجاوبك بركي تقول أنت تستعرف بروحك تستعرف، تقول بلي اسبانيا احتلال يعني اسبانيا تعترف بلي راهي محتلتكم بلسانك قلتها بلسانك قلت الجزائريين يقروا في المدارس تاعهم حنا ضد الاحتلال وكذا بصح رايحين يديروا علاقات مع اسبانيا على البور تاع مليليا والسبتة يعني هما يشجعوا الاحتلال يعني انت تعترف بلي بلادك محتلة وتجي تضارب مع الجزائريين وتستقبل الصهيون باش تدي الصحراء الغربيه وانت ارضك اللي باينه لا خريطه لا ورقه باينه في الخريطه باينه الناس كاع على بالهم هذاك ستان تيريتوار جاي في لافريك دي نور وانتوما احتلوكم دولكم ارضكم وانت راك تعترف بها بفمك تقول انا راني محتل احتلال راه ودالي بلادي وتجي تقولنا حنايا ما نديروش معاهم لي رولاسيون بين لي بور ترونسبور ماريتيم بين منيليا سبتا ولي بور تاع الجزائر الى انت كيما يقولوا حبيت الاحتلال وما حبيش تحارب بالاحتلال وما حبيش تخرج الاحتلال من ارضك تجي تقول انا نديو بالشاروتي ندوف وندو الصحراء الغربيه سيك انتوما ما عندكمش النيف انت تعرف بروحك تقول على بالهم بلي اسبانيا احتلال الا كان تحبيت مد ارضك وما حبيش تحارب نوض حارب عليها تشوف لو كان ما نعاونوش هيا كونوا رجال نوض قلنا حبيت ندير في عود هذوك لي شارات راهم يضربوا في العيون وكذا دور لي شار ديالك وروح قال نحرر هذا الموضوع ديجا من بعد نروح نقولوا نديروا حنايا الوحده فهمت وزيد جيب الصهيون ماشي غير احتلال دير معاه المعالقات ضد الجزائر باش يعطيك ترامب الصحراء الغربيه راضخين مانيش نشتم فيك راني نقول لك حقائق انت راك تقولها حنا الجزائر على بالهم بلي احتلال النفسيه ديالكم منين اذا انتم قال راك يقول لك حنا والجنرالات في الخطاب وبقادو وقبل منه العمامره كيقول لك حنا ضد الفكره ديال الاحتلال وراه اسبانيا راه تحتلوا منيليا اذا انتم هنا تشجعوا اسبانيا تحتل منيليا تسمى انت اللي معترف باللي اسبانيا محتلتكم وتجي تقول الجزائريين وعلاش يستعرفوا يخدموا معاهم انتم اللي حبيتوا هلا حنايا قالكم بومدينا لي بوك نعاونكم انتم لا دخلتوا في 63 باش تدونا نطافوا الجزائر وعاونكم الصهيون واليوم تجي تقول حنايا نحوسوا على الوحده الترابيه وجميع من يقيس لنا الوحده الترابيه حنا سنموت عليها وسندير ونفعل وكذا وانت تعترف فمك باللي تقول اسبانيا محتله ميليليا
سبحان الله. شوف نوريك واش راهم يديروا بسبتهم ليا بالنساء ديالكم. ماشي شتم، هادي حقايق، هادو ماهمش شتم. بشوية شوية نحيي لك قلبك، باسكو قلبكم مات نتوما. ناس كيما انت قلبهم ميت. كاين مغاربة في حولة، كاين معمرة لا بليبار تاع لي ماروكا للا غالب، ما كاش سابل كيفاش يديروا. ولي تجي نهار وين يدوروا عليكم، وقريب عن قريب، سيرتو مع هاد لافير نتاع الصهيون هادي. تيوا ستادير ماشي شتم، هذا هادي حقيقة. باش نفطلك شوية قلبك، باش نردك شوية راجل كيما قال مونديلا، كيما هو وريت لك. قالك مونديلا لالجيريا في دو موا ان اوم، الجزائر ردتني راجل، حبيت نردك راجل، فهمت؟ قلت له هذا الحق، باسكو على بالي بلي انت راك مقهور في المغرب. لو كان تقول الحق تروح للسجن. سي كيفاش تهرب لي طرونجي ولا ودير ريفيج بوليتيك، ولا راك في، الا راك في المغرب اروح الجزائر نعطوك اللجوء، والله العظيم والله نعطوك اللجوء، ماشي مول تاكل وتشرب وتعيش بلا خلاص كاع. قول الحق برك، كون راجل، قول الحقيقه. شوف نوري لك واش دايركم بنساكم يا صاحبي، كيفاش استعملوهم. ساتاكم ساكن. إذا كان هذا الفيديو ما وجعتكش، نحن نوريلك وتزيد تحامي على المخزن وتقول الوحدة الوطنية والشرف والكرامة نتاع المغرب غير مع الجزائريين خاوتنا هكذا. شوف مليح. On les appelle les femmes mulets. Ce sont des Marocaines qui vivent près de l'enclave espagnole de Ceuta. Chaque jour, elles passent la frontière chargées de marchandises qu'elles vendent à des commerçants marocains pour une poignée d'euros. Pour soulager leurs épaules, les autorités de Ceuta les obligent à utiliser des chariots. Mais les femmes mulets s'en plaignent. Reportage de Samasoula et de Mathias Segon. Chaque pas est une lutte, un corps à corps avec des dizaines de kilos. Le prix de la survie pour ces femmes marocaines que l'on surnomme les femmes mulets. Car telles des bêtes de somme, elles viennent ici à Ceuta en Espagne récupérer d'énormes charges de marchandises pour les transporter de l'autre côté de la frontière au Maroc. Chaque femme peut porter jusqu'à 100 kilos. C'est lourd, très lourd. On souffre pour porter ça, regarde. Tout ça pour gagner 15 euros par voyage. Rien que le taxi de Tétouan à la frontière, c'est 4 euros. Comment on fait pour manger? On s'endort le ventre vide. Un commerce frontalier légal entre l'Espagne et le Maroc. Et si les charges sont si lourdes, c'est parce que les porteurs à pied ne payent pas de taxes, contrairement aux véhicules. Nourriture, produits ou électroménager, les colis déjà scellés sont destinés à des commerçants marocains. Selon leur contenu, les transporteuses gagnent entre 10 et 25 euros par voyage. Alors, elles s'arrachent les paquets les mieux rémunérés. Un business bien organisé par des grossistes qui s'assurent ainsi une marge généreuse. L'État marocain ne donne pas d'aide à ces femmes. Rien. Que veux-tu? Qu'elles aillent se vendre? Qu'elles aillent mendier dans la rue? Non. Alors elles viennent ici. Elles transportent un paquet et elles peuvent nourrir leurs enfants. Une mère et sa fille aveugles, des femmes handicapées, âgées, mères célibataires ou veuves, ce sont les femmes marocaines les plus vulnérables qui font ce travail de forçat. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On n'a pas le choix. Les enfants, le loyer, l'eau, l'électricité, comment faire? 4000 femmes marocaines font chaque jour cet aller-retour entre le Maroc et Ceuta. Un travail incroyablement pénible et dangereux. Il y a quelques semaines, ici même, deux femmes sont mortes écrasées dans une bousculade, étouffées par le poids de leurs marchandises. Les femmes portaient alors les charges sur leur dos, le corps plié en deux sous leur fardeau. Depuis 3 semaines, les autorités espagnoles les obligent à utiliser un chariot. Mais pour beaucoup, il est loin de leur faciliter la tâche. C'est même le contraire. Les femmes se disent encore plus épuisées qu'en portant sur leur dos. Ces chariots, c'est pas mieux. On se fait mal. Et c'est dur à manier. On se donne des coups aux jambes entre nous.
Avant, on portait sur notre dos, on était plus tranquille. Et ces chariots, ils nous ont rajouté du poids. Malgré ces difficultés, ces femmes s'estiment chanceuses d'avoir pu passer ce jour-là. Car les Espagnols fixent le quota à 4000 porteuses par jour et certaines restent sur le carreau. À quelques mètres, toujours côté espagnol, nous filmons discrètement cette scène étonnante. Des femmes qui enfilent sur elles plusieurs couches de vêtements. On se bat pour gagner seulement 3 ou 4 euros. On cache ses habits sous nos vêtements pour pouvoir passer la frontière avec. Un trafic de vêtements. Elles plaquent, scotchent, dissimulent sur leur corps un maximum d'habits qu'elles vont recouvrir d'une large robe. Transformées en bibins d'hommes pour tromper la vigilance des douaniers. Des femmes marocaines contraintes à inventer chaque jour le moyen de leur survie. شفت يا سي منار سليمي واللي حقت روحك كل الله يرحم والديك الله يرحم والديك هنايا على وجه ربي كما يقولوا ديري فيديو قول لي واش تخمم على هذا الشيء على اللي وصاري بالنساء ديالكم النساء هذو كاع شوف ساكن عجايز حالتهم حاله وتقول انت حلينا المعبر تاع القرقارات حل المعبر تاع بليليا وسبته ودي ارضك حل المعبر ودي ارضك ارجع لارضك رجع الأرض تاع الشعب لمواليها باش يربحوا لقمة عيش مساكن قاعد قتلنا الجوع دي 15 أورو في الفواياج 4 أورو تاع الطاكسي تقعد لها 11 أورو مسكينة وتحمل كيكي البغلة يعيط لهم البغولة لي ميري البغلات اسكو تي ترون كونت اسكو راك فاطر مع عقلك ولا لا لا اسكو راك شوية صح تحب المغرب انت صح تقول نحب المغرب لازم تحب الشعب المغربي ولا تحب الحجر والشجر والمضار والبحر يديك باردو كاين تقول نحب المغرب والسيادة الوطنية وتكون عندها الوحدة الترابية وتشوف النساء تاعكم هكذا مساكن كبارات 20 سنة تخدم هكذا قالك ايماجيني واحد 20 طون يخدم هكذا دي ترافايور ما عندهم لا كوفرتير سوسيال لا روترات لا فيش دو بال لا كوتيزاسيون والو 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 هذا يعيطوا له الاسكلافاج هذا هو اللي يقولوا له الاسكلافاج الشعب تاعكم مسكين هاد النساء هادو يخدموا اسكلاف والروا تاعكم الملك تاعكم يتكسل بالجون فيانكو فيري والكانالي والبوابر والشاطوات وزيد بوسو له يدو قول لي الله يرحم بابك كيفاش انت واحد داير فيكم الشر كيما هذا تزيد بوسو له يدو وتجي انت ضارب كوستيم وتجي تشعر على الغاشي وتقول لهم بلي حنا دولة والمغرب والجزائر ماشي دولة ما استعرفش بها اسبانيا دولة بصح حنا يستعرفوا بينا اسبانيا بلي دولة كيف يستعرف بك بلي دولة هو ديالك ارضك والاسكلافاج تاع النساء ديالك كي البهيم يخزروا فيه يقول لك ميرا المورو ميرا لوس موليتيس انكريبلي عمري كيفاش تحب نتايا يقدروك هل يعتبروك دولة على اسبانيا قال احنا كاش محتل اسبانيولي لا فرنسي يجي يدير تاعنا هكذا يقول ما يقدرش ما ينجمش يدير عفسه كيما هادي معانا باسكو يعرفونا واش نسوا بصح نتوما هاي نوريلك هاي قدامك اعطينا انطباع ديالك قولنا يا سي منار سليمي انت تدافع على وطنك وعلى شرف وطنك هكذا وعلى الوحدة الترابية احكي لنا على هذه واش راه صاري كنت تقول لي الجنرالات عمرهم ما تحكوا لنا الدرجة هذه ما تقدرش تجاوب عليها ولو كان ما تجاوبش صار كيما لونترينور نتاع الهوندبول تاعكم تولي تنب في راسك باسكو المخزن دوك يكونفوك يقول لك اسمع محمد كيفاش دير مع هذا راك باين بلي زكاو عليك تجي تنغوشم كتشوف الديبي تاعك تجي تنجاوب و غادي يخدموا عند الجنرالات و باين بلي زكاو عليك حيط روز من اللور نحاولك الديكور هذاك تاع زعما منار سليمي كدا محلل سياسي قال لك جاوب روح جابو شوف كيفاش جاوب واش جاوب الفيديو تاعك توفيق نزار مجاهد الكتاب نتاع صويدية هذاك اللي كتبه له فرانسوا جاز اللي خلصوا المخزن تاعكم زيد في المروك عندكم اللي كتب له الكتاب هذاك باتاتي باتاتا
وتعاودوا راه بوتفليقه وراه تبون. هذا جواب، هذا تاع واحد محلل سياسي تحوس على بوتفليقه وتبون، هذا ماشي جواب تاع محلل سياسي. من بعد تعترف تقول الجزائر على بالهم بلي 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 ليا احتلال، تعترف بروحك يا جدك وقابل وتجيد تقابل هكذا وتقول ايه ميليليا راهي محتله، بصح البوليزاريو حنا ندوها ب كما يقول لك بمساعده الامريكان والصهيون والامارات. يا اخي حاله يا يا منار سليمي، يا كيفاش تحب تفهم نتايا ولا تدير السياسه؟ هذا واش راك تقري التلاميذ تاعك كمحلل استراتيجي؟ قريهم باللي مليليا محتله باش نسكتو ما نقدرو ندير والو، صح ما تنجم دير والو والو. نهار تدو ارضكم تعاودو تسترجعوها تما بالك تقدرو نهضرو معاكم، بصح درك خلاص ديتو ان بوان دو نو روتور، سينيتو مع الصهيون سي طابير، قطعتو الواد ما تقدروش تعاودو توليو، سي فيني. تباعت المغرب، المغرب تباعت، محمد سيس باعها، فيني باع الشعب المغربي كله كامل، باع المبادئ تاع الشعب المغربي، باع الدين تاع الشعب المغربي، باع الرجوله تاع الشعب المغربي، باع الدنيا كاع، المغرب كاع باعو. وانت تجي لابس كوستيم وتكذب على الغاشي وتقول لهم بلي العديان تاعنا هما الجزائر، حنا العديان تاعك، حنا ما ديناك حتى ارض خويا، الاراضي اللي ديناهم حنا ماتوا عليهم الشهداء وتشمخوا بالدم تاع الجزائريين، فهمت؟ اذن يا سي منار سليمي راني نستنى في الجواب تاعك، جاوبنا على هذه القضية، قلنا كيفاش هذا الاحتلال راكو راضيين به، أعطينا تحليل سياسي استراتيجي، سياسي استراتيجي كما أنت موالف تقري الناس ولا تقرا في جامعة محمد الخامس، أعطينا تحليل سياسي جيو استراتيجي، تحليل ما نعرف أنا كما يقول بالسديرة مغناطيسي كهرو مغناطيسي، ولا أعطينا فهمنا كيفاش تقبلوا باللي الشعب المغربي هكذا اسكلاف ونساع جايز كبار وهي بلادكم وعافسين عليهم في بلادكم وانت تعترف بها، واليوم جيت تهضرنا على العزه والكرامه والوحده الوطنيه، تكذبوا على الشعب ديالكم وتحاميوا على هذاك الملك ديالكم، تحاميوا عليه قلبوا يا رب، والشعب المغربي راه يشوف، الشعب المغربي راه على باله، الشعب الوفي، فهمت؟ ماشي كيما انت تقول هادو بعض يخدموا عند الجنرالات، انا ما نخدم لا عند الجنرالات لا حتى حاجه، جنرالات هما جنرالات الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ويحيى الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وانتم كاع راكم تكلبوا على الجنرالات، كي انت كيما الجزائريين قالها هكذايا يحيوا الجنرالات، فهمت؟ هما اللي بناو لنا بلاد هكذا قويه، فهمت؟ هادوك خارجين من حرب، ماشي خارجين يبوسوا اليدين يا سي سليمي، فهمت؟ الحمد لله على الشعب المغربي راهو فايق، يجي نهاركم والله العظيم ما راهو بعيد، والله ما راهو بعيد. شوف داروا عليها حتى اغنية يا سي محمد، شوف نوريك. باش تفهم. شوف غير هادي. Thank you.
حتى ديكتاتورية في العالم ما دارت للشعب تاعها هكذا، ما هانت الشعب تاعها هكذا والنساء تاعها هكذا، حتى ديكتاتورية في العالم. باني مليح كل البلدان في العالم يقول لك انا بلاد حتى ويفو يضموا فيه، واش حبيت؟ مش حبيت الحقش الضم لهذا الشيء هذا. اللهم مساكن هاد الناس ربي ان شاء الله كما يقول لك يحن عليهم ويسلكهم هاد القيود تاع هاد العائله الحاكمه في المغرب، هاد الطاغوت القاتل، قاتل اليمنيين بعد الجيش تاعك يقتلوا يمنيين باش تدي طعام، يبعثوا ولاد المغرب يروحوا في الجيش الملكي ويقتلوا خاوتهم يمنيين ما داروا لهم والو، غادي ميليت كيلو باش هو ينقذ لي شك وما يموتوا يقتلوا يتحاسبوا عند ربي على الشر اللي راهم يديروه. وتجي اليوم انت تهضر وتقول الجزائر والجزائر 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 والجنرالات مي سافا با. انا نستناو الجواب تاعك اسي سليمي هكذا، وبارك الله فيك على الاجابه هذيك الصحه. انا ما شتمك ما سبك وعمري ما سبيتك ولا شتمتك، كاع واش نقول لك هي الحقيقه. هاكو تشوفوا يا خوتي الشعب المغربي ربي يعاونكم ان شاء الله، وحنا رانا واقفين معكم هكذايا، هاو قريب خلاص هاد الرواه هذا غير ما تخموش. السلام عليكم.